خبر مؤسف اليوم عن الفنانة المصرية نيلي كريم، ادعوا لها. هذا ما حدث معها. تعرضت الفنانة المصرية نيلي كريم للسقوط في كواليس مسلسلها الجديد ميت وش، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2020، الامر الذي اثار قلق فريق عملها وتم نقلها للمستشفى. واكد مصدر خاص في كواليس المسلسل تفاصيل ما حدث، حيث كانت نيلي كريم تقوم بتصوير مشهد اكشن من بين المشاهد الخطرة التي يتم تصويرها، كون المسلسل يشهد عمليات نصب عدة بها حالة من عملية الصراع والمواجهات، مبينا ان نيلي كريم سقطت على قدمها واصيبت بجرح قطعي، الامر الذي ادى الى توقف التصوير ونقلها الى احدى مستشفيات القاهرة. واكد ذات المصدر ان نيلي كريم اجرت عملية جراحية في قدمها، مشيرا الى ان الطبيب طلبها بالتزام الفراش لمدة اسبوعين وعدم مغادرة المنزل لحين تعافيها تماما من وعقتها الصحية. وكان اخر ظهور للفنانة نيلي كريم من خلال مهرجان اسوان الدولي لافلام سينما المرأة، وعقدت على هامش المهرجان ندوة اعلنت فيها عن خوضها تجربة جديدة هي الاولى في مسيرتها بالدراما الرمضانية، حيث تطل على الجمهور بشكل جديد تتراجح فيه عن الحزن وتقديم القصص الاجتماعية المليئة بالكآبة، وسترتدي عباية الدراما الكوميدية المليئة بالأكشن من خلال مسلسل يحمل اسم ميت وش. وأوضحت نيلي كريم في تصريحات لها على هامش ندوة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة أن مسلسل ميت وش يدور في إطار كوميدي أكشن. وعلى صعيد الظهور الدرامي الرمضاني يذكر أن آخر ظهور لها كان عام 2018 من خلال مسلسل اختفاء برفقة مجموعة من النجوم، منهم هشام سليم وبسمة ورانيا منصور ومحمد علاء، المسلسل من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.